السلام ورحمه الله وبركاته. كيف قررت السيد المحافظ حول محاسبه المخالفين من سواق التاكسي على الاعتداء كما يعلم؟ والله المفروض يعني بدون قرار شخص من ذاته يلبس كمامه، لان الوضع ما زين والوقايه خير من العلاج. ما بس السائق، الكل المفروض ترتدي. تشوف ان البقيه ملتزمين بهالقرارات؟ والله يا الثقافه الشخصيه تلعب دور كبير. لازم يفرض عليهم. هو مجتمعنا لازم ينفرض علينا. مع الاسف مجتمعنا ما يشتغل الا بالعقوبات. اول شيء غلق الحدود مع الموصل، هذا اهم قرار. لان كل الاصابات اللي يعلنون عنها خارج جايه من خارج المحافظه. نسبه اللي يلتزموا بالكمامات والامور الوقايه بالمدينه ايش قد نسبه؟ والله 50-60%، واغلبهم الطبقه المثقفه اللي عيوع على خطوره الموقف. البقيه ما ملتزمه. متى تتم ملتزمه؟ والله من البدايه ما قالوا الكمامات والكفوف قفازات، انا لهذا اليوم ما سديتهم. من تنزلين تسوقين؟ ايه من اطلع من البيت اروح على مستشفى على سوق يعني لابستهم. تشوفين هذا الشيء صحي؟ اي هذا صحي جيد جدا. لازم يلتزمون؟ اي لازم يلتزمون، وهم ما حد هسه ما قلت ولا حد يعني قليل لحد لابس. قليل التزام؟ اي لو بيدي انا لبسهم يعني كلتهم. المفروض اكو عقوبه اكو ما؟ اي والله اي المفروض اللي يفوت على وما لابس ما يفوتوه. او على السوق نفس الشيء. اختلاط كثير يصير مثلا خاصه سوق النبي وهوس، فيعني ماكو هل يصير انه تمنع التجوال بالنهار تجوال بالنهار وبالليل ماكو تجوال؟ بالعكس المفروض انه بالنهار يكون يعني يفتح بالنهار ما يسدوا بالليل يعني. ومر بالليل لان كل الناس بس بتروح على بيوتها تسكت. اي المهم ان شاء الله. شو طالب سيد المحافظ؟ والله ان شاء الله. والله يعني اهتمام بالايمن. يرجعون الايمن، يرجعون مستشفيات، يرجعون الجسور، هاي مهمة هسه، إذا ترجع هاي ترجع الحياة فيها، أخي مستشفى المحافظة تتحول تصير بالايمن، المحافظة والقائمة المقامية كل هذول الدوائر مالنا تتحول على الايمن. والوقاية خير من العلاج. إيش قد نسبة تشوفوا ملتزمين بالكمامات؟ والله نسبة قليلة. يعني نسبة قليلة هسه اللي يلتزم بالكمامات. المفروض يحاسبوه؟ إيه المفروض يحاسبوه. زين نشوفك انت ملتزم وبعض المثقفين ملتزمين، ليش البقيه ما ملتزمين؟ والله انت ليش التزمت؟ والله نحن ملتزمين لان المرض عيكثر واللي عيجي من الحدود هو اي 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 البيئه. والبقيه اللي ما يلتزمون؟ البقيه اللي ما يلتزم لازم يلتزم بهذا القرار. اي يستوعب مدى حجم؟ ما يستوعب، لا اكيد ما يستوعب. طيب الكمامات متوفره؟ والله الكمامات ما متوفره بس يبيعوهم يعني. موجوده؟ موجوده الكمامه. بربع دينار. ما غالية؟ ما غالية لا. موجودة الكمامة. موجودة. زين ليش ما ترتديها يعني؟ والله هسه نزلت هسه بالمطر سديتها. آه. بالشنطة هي والكفوف. البقية شوفوا اللي ما ملتزمين ليش؟ والله هي ضروري واحد يلتزم يعني بصراحة. اي والله ضروري. لأن صحة مدينة وصحة بلد. طبعا هاي شلون؟ هو على مستوى العالم كله، ما بس على مستوى لا تقول محافظة ولا تقول دولة، على مستوى العالم كله تو. فضر العالم كله بالاقتصاد بالهذا كله تضر، شل الحركه كامله. متوفره كمامات؟ والله كمامات شبه متوفره شبه ما متوفره. ايش تقريبا متوفره؟ والله تقريبا بربع تنباع، الكفوف يحسبوها بربع 250 موجوده.